ايه اخوان من وول ستريت 11 مع زاك تشيلاوت ماذا ذا ار جي 11 وول ستريت وول ستريت مع الاحمدي اهلا وسهلا تحياتي المهم هذا الفيديو يكون خفيف ظريف احسن هوتوك في العالم خفيف ظريف زاك تشيلاوت المهم اجي نوريكم بالزربه دابا كيفاش كاين اجي ندير واحد الدور انا نوريكم كيفاش تقتصد في امريكان جيت تاكل كتعشى ب 2 دولار فهمتي دابا هذا ب 2 دولار تقدر ما تخلصش فهمتي انت وجهك لا دابا ما عندكش مثلا كتسارع في نيويورك بغيتي تاكل كتجي 7-11 كدير هوت دوغ دولار قهوة دولار وهنايا عندك بزاف ديال الاختيارات فهمتي عندك هذا كما كتشوف هنايا تصاط هادو الدكوك كدير بحال هكذا كيخرج مسائل تصاط واحد مغربي السلام عليكم السلام ورحمه الله انا بغيت شي قهوه كدا مسائل قدام كاين دانات ساوتشاني هذا بغيتي شي دونات لعيبات وهنايا لاكاس هنا كيبيعوا عاوتاني هادشي ديال فاست فود فهمتي سناكس هادو بحال بريوات هوت دوغ هوت دوغ ساهل فهمتي بلا ما تحشاش شي واحد يعاونك كتجي كتحل هاد اللعيبات وورم بونز كتحل هادو سخان هادو سخان هاد اللعيبة كتسخن البان ديال كتهز وحدة من هادي كتحط كذا هوت دوغ وكتدوز لهاد ستيشن هادي هاهي كدير تشيز ولا كدير تشيلي ولا هنا كاتشاب اللعيبات وهنا عاوتاني عندك الايس كريم عندك كل شيء هذا كيبقى حل 24 ساعة على 24 ساعة فهمتي ها انت شحال ديال الكوكي هنايا هذا عندك دي ساعد بيتزا بغيت تمشي للدار ضرب شي بيتزا 10 دولار ما الشباب هادشي ولا المغرب غير لا تاخذ الاول تاخذ الثاني الله يحفظك اخوان كانت هذه هي التجربه ديالنا في 7-11 وول ستريت سبحان الله طلعنا مغربي في نص الليل وكنا مغربي الله طلعنا راه دار سيراكم راه وراكم المهم هذه 7-11 اخوان 7-11 داير بحال بيم في المغرب غير هو اثمنه شويه مناسبه كما قلت لك تقدر تاكل بدولار تعشى بدولار سو جود مان اتس جود اوتو ماكدونالد اوتو كدير كلشي بوحدك هنا تحياتي الاخوان السلام عليكم